بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا نهى مقلد من قناه نهى. تعملي النهارده؟ انا هعمل طبق بسيط جدا جدا جدا، هعمل مسقعه قرديح، هعملها كده بطريقه للبنات الصغيرين، وكمان هعملها دايت كمان. امال ايه هي دي الفكره؟ يعني هنا معلقتين زيت بس هنحطها هنا في الصينيه بتاعتنا دي، ونجيب معلقه كبيره كده ثوم مفروم ونشوحها مع الماده الدهنيه اللي حطيناها. حلو الكلام، احنا عايزينها تبقى خفيفه كده وحلوه، مش ناكل مسقعه وننام يومين. شايفه بقى دي الفكره؟ هنا بقى مسكت الباذنجان قطعته ورشيت عليه رشه زيت هو والفلفل والشطه وحطيتهم في الفرن، طلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. عايز تاكليه كده كليه، عايزه تعمليه زي ما هعمله كده اعمليه. يعني انت بتقطعي الباذنجان بالطريقه اللي انت عايزاها وترشيه وترصيه في قلب الصينيه وترشي عليه رشه زيت وتحطيه في الفرن، وبعد كده تقلبيه ترشي كمان رشه وتدخليه في الفرن. حلو الكلام، هيطلع من معاك احلى باذنجان خفيف في الدنيا. احنا طفينا الثوم بايه؟ خدتك في الكلام، طفينا الثوم بشويه خل. حلو حلو، فيشم بقى الروايح. الناس هيقول ده عامله ده عندها فته دي ولا ايه؟ بس هو مين؟ احنا عندنا احلى من الفته، احنا عندنا طبق اكلنا اكل، ونزلنا كمان بفلفل اخضر وقلبناه مع الثوم والخل، وبعدين نزلنا بطماطم مقطعاها، عايزه تبشريها ماشي، عايزه تستكفي بصلصه ماشي باللي يريحك. انا هحط طماطم وهحط صلصه، وحطيت هنا الملح وحطيت شطه وحطيت كمون وكزبره. ما تحطيش اي افتكاسات ثانيه عشان احنا عايزينها طعمه كده، عايزين نحس بطعم المسقعه بتاعت زمان بتاعت امي وامك والكلام ده. ما يسيبك من اي افتكاسات طالعه النهارده، ده لها ايامها برده، ما بنعوز دي وبنعوز دي. احنا النهارده عايزين حاجه خفيفه لذيذه سريعه عشان الحر اللي احنا فيه ده، وكمان ناكلها وما نحسش ان احنا تعبانين. هنا حطيت الصلصه، وما دام حطينا طماطم وصلصه يبقى لازم نحط ايه؟ شطوره، رشه السكر، حطها نحط رشه السكر اهو، وايه ونسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها. حطيت رشه السكر اهو، وبعدين نجيب الباذنجان اللي احنا شويينه في الفرن. يا ولد يا ولد يا ولد، حاجه كده بصوا اخر طعمه واخر حلاوه. عايز اقول لكم كان طعمها تحفه تحفه تحفه، مسقعه فعلا خفيفه جدا جدا جدا. سميها بقى مسقعه، سميها طماطم سميها الباذنجان بسلطه زي ما انت عايز، بس دي المسقعه اللي كنا بنعملها زمان قبل ما نطلع بقى للصواني والافتكاسات اللي احنا بنعملها النهارده دي. حاجة خفيفة، حاجة لذيذة، حاجة طعمة جدا جدا جدا. عايزالك بس صف عيش كده، ويا سلام لو خبزاه في البيت. يا ولد يا ولد يا ولد، يبقى المسقعة ديت والعيش السخن هتاكلي أحلى أكلة إن شاء الله، وهتدعي لأختك وأمي جربيها وتقولي إيه؟ قولي الله ينور عليك يا نور، ده إيه فعلا طبق لذيذ جدا، وحلاوته إن هو خفيف يعني دايت. يعني الناس اللي هي عاملة دايت، الناس اللي هي مش عايزة تتخن، الناس اللي هي مريضة لا قدر الله، ربنا يشفي كل مريض يا رب، هياكلوا وهيشبعوا وهيدعوا إن أختهم برد. يعني شفت انا كده في كل الاحوال لازم اكون كسبانه، يعني هتدعوا لي لازم اكون كسبانه يعني. وحاجه سهله كده وسريعه. الباذنجان زي ما قلت لك هتقطعيه، طبعا ما عنديش زيت عينها اللي بترش الزيت دي، ماشي خالص ما فيش مشكله. نقطتين زيت في الصينيه، وامسحي الصينيه زيت، ورص الباذنجان ونقطتين زيت كمان في طبق، وبالفرشه وامسحي من الباذنجان من فوق، وحطيه في الفرن وشغلي الشوايه من فوق ومن تحت شويه كده، هيبقى زي الفل، ومن ايدك هيبقى احلى بكتير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله الطبق الخفيف السريع ده ووصفاتي يوم الجمعه تعجبكم، الوصفات الاقتصاديه بتاعت يوم الجمعه تعجبكم.